بروفيزيون نصير زوز ممثلين ما يوجدوش. يلا نحب نقول لكم اللي احنا في لحظه حاسمه تو لو كان يخسر وليد في تضحك تخسر فانه غدوه العقوبه كبيره، لو كان يخسر سفيان فانه نعاود نعملوا حاجه اخرى في ساعه ثانيه باش نقرروا شكون يخسر. يلا تضحك تخسر تضحك تخسر. تفضل وليد. النتيجة 0-0. قالك المرأة كي تخرج من طبيب السنين الأمريكية thank you doctor، الفرنساوية merci doctor، التونسية وكتاش نجم ناكل؟ قالك واحدة قطعة متعزين اي يودي الله مسلي على سيدنا محمد، دخلت الواحد التاجر حوانتي كما نقولوا حني، السلام عليكم، قلت له هذا الحانوت نتاعك؟ عدوه كي شاف هكا فهمني قال هاي هاي هاي، وعندي ثلاثة أخرين زادة كريم وزوز فيلات كبار وثلاثة كراهب بالله مسلي على سيدنا محمد و500 مليون راكدين في البنكة وكل شيء موري واضح الله مسلي على النبي. قلت له معاك الأنسة سلوى من الضرائب، قالها معاك عمك سعيد الكذاب زفلوت من البريم. ضحك ولكن وليد ان شاء الله المنافسة قوية. تفضل وليد. قالك واحد على كتفه ببغاء داخل بيه الحديقة الحيوانات، تلفت العساس سألوا قالوا الحيوان هذا يتابعك؟ طاق ببغاء قال وياي معي معي عالمي. ولكن سفيان شدروه فهمتيش شدروه ما عرفتش كيفاش تفسرها. اي اي لا 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 فهمها سفيان ولكن ما ضحكش. يلا سفيان. قالك واحد شدته مرته بالكمشة، شدته مرته بالكمشة يخوف فيها مع واحدة فرنساوية، قالت له تخون في أنا وتخون في الوطن زادها. تبسم تبسم ما تبسمش، هبط الورقة باش نجمو مراقب الخط قلنا ما تبسمش. يلا 0-0 نتيجة لصالح سفيان. نحب نقول لكم لو كان يوفى تعادل فإنه سفيان هو الرابع. معلمة سأل التلميذ في الحصة الفرنسية قالت له اش معناها النجمة؟ تلفت صاحبه بجنبه قال له ليتوال ايتوال ايتوال، تلفت صاحبه قالها ليتوال، صدمت المعلمة وقعدت بيهتة قالت له كيفاش عرفت؟ هيا مالا حطها لي في جملة، قالها ليتوال من قدام واللي قصار يقعدوا من تالي. واو 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 باهي اوكي باهي اوكي. سفيان قال لك واحد تعارك مع مرته وما طيبتوش العشاء، سيدي طلع له العصب رقد فهمتي، مشى للدار تمد على السرير ورقد، خلطت عليه مرته ترضي فيه، قالت له حبي حبي نعمل لك مساج، قال اقسم بالله واقسم بالله تعملين كذبه بالزبله. قال لك شيخ يخطب في الجامع قال من اللي خاف من مرته يقف، وقفوا المصلين الكل كان واحد مشاو سألوه قالوا شبيك ما وقفتش؟ قال مهلا نتفكرها ركاي بترخ بيه. بعد الدرجة والنكتة الضحك. يلا سفيان. تونسي في فرنسا يعمل في دورة ضاعت مرته، أخي شافه قاوري مشى القاوري شبيك يا راجل التونسي؟ قال له والله يا أخويا راي مرتي ضاعت علي. قالوا القاوري والله حتى أنا زاد مرتي ما لقيتهاش. التونسي قال ترى وصفين لي مرتي تعدت شي بحذايا ولا حاجه، قالوا متر و77 توزن 65 كيلو، كل قشره بيضه 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 كلوبينه، شعرها اصفر عينيها خضر، وانت مرتك كيفني؟ قال خلينا برا نفركش على مرتك. وليد ضحك في وسط النكته. يلا انا ضحكت اي واحد بلاش سفيان واحد بلاش سفيان. يلا بالفار طلع نكسي وليد. قالت له شبيك ما قلتليش اللي انت زوالي قبل ما نعرسوا؟ قالها من نهار اللي عرفتك وانا نقول لك ما عندي كان انت وانت الهي تتمعشكي وتكشخي. واقع هذا مش نكته. يلا يلا مازلت نكته سفيان ونكته وليد ونكملوا والانتصار ماشي لسفيان. باهي اوكي. واحد لقي مرته اسمع هذه، واحد لقي مرته بقيدته منكر في التليفون. شنو تقصد؟
قلت له نقصد قلبي بالفرنسي مون كور. برافو 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 اثنين بليش ربح سفيان وليد باش نعطيك الحق زوز نكتوا بعضهم. قال لك واحد طلب صاحبه وقال له بعث لي تصوير تكفيسه فيسه تو تو فيسه. قال له عليه؟ قال له بحذا يا جماعه تراك من بكري نفسر لهم مش معاه مش معناها ورا ما فهموش. واو 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 راه نكته ثانيه وليد حاول تكون نكته الاخرى ضامره باش الناس يدخلوا الاخبار وهم ضامرين شويه مفرهدين شويه. يلا مراه ماخذه رخصه سياقه جديده وهي راجعه من الخدمه كلمها راجلها في التليفون قال لها ردي بالك في الراديو يخبروا بكرة على كهربا مجهوله تمشي عكس السير. قالت له هي كهربا بركه كهو قول لك راه بكل عكس السير. الله 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 سفيان ينتصر سفيان ربح الجمعه هذه غدوه عقوبه شديده لوليد الزين توا بتتر اليوم نقول لكم عليها ولا نخليوها غدوه.